السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعات بكتب ايميل وبعد كده ممكن اقول ايه محتاج اعادة صياغة او حاجة زي كده، فالموقع دوت بيساعدني في اعادة الصياغة. زائد في استخدام استخدام تاني، هو مثلا يكون عامل بحث وفيه اقتباسات، وهو المفروض ان يتم اعادة صياغة الجمل باسلوبك وهكذا، فالبرنامج بيساعدك في الرسالة العلمية ان هو يعيد صياغة الجملة بطريقة اشيك وبتاع. طيب خلينا مثلا نفكر كده، احنا هنكتب ايميل فاقول له دير مثلا please I want to see you to discuss anything مثلا. فهو البرنامج على طول بيبدأ يدرس الجملة ويبدأ يشوف ايه اللي ممكن تتبدل بصيغة افضل. dear sir madam I will want to meet you with you to discuss anything وهكذا، فيبدأ يعدل لك الجملة لو فيها أي مشاكل يعدل. ممكن يكون في فقرة مقتبسة فأنت عايز تصيغها بأسلوبك وحاجات زي كده، الموقع ده ممتاز. زي ما أنت شايف بيظبط لك الإيميل بحيث إن هو يبقى شكله احترافي.